ماذا تحقق للجزائريين بعد عامين على تظاهرات أطاحت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة؟ كيف قرأ الحراك الشعبي قرارات الرئيس عبد المجيد تبون حل البرلمان وإعلان انتخابات تشريعية باكرة؟ هل سيستأنف الجزائريون حراكهم؟ وما الذي يمكن تحقيقه؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان ماذا حقق الحراك الجزائري في عامه الثالث؟